والبعثة الأممية يعني الآن هي عاملة هؤلاء الناس اللي اختارتهم ويزعمون أنهم يمثلون الشعب الليبي، والشعب الليبي براء من تمثيلهم. هؤلاء البعثة الأممية هم في يدها مثل العجينة، تشكلهم كل أسبوع، تشكلهم بشكل، مرة تختصرهم إلى 16، مرة تختصرهم إلى 10، مرة تختصرهم إلى 30، مرة تعمل منهم كذا، يعني تشكل منهم أشكال حسب أهوائها، بحيث تريد عندها هدف بد أن تصل إليه من خلالهم. وهم يعني يحسبون أنفسهم أنهم أهل وطن، يدافعون عن ليبيا، ويدافعون عن قضاياها، ويدافعون عن كذا، والقضايا كل يوم